فلس. خليني اقطع بقى اللي حضرتك قلته ده، لان اللي حضرتك قلته ده مهم جدا. قطع وده بكره وبعده 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 هنعمل ايه. اتفضل. نمره واحد، انا يعني بصراحه مستعجب، انهي مواطن او موظف في الدوله المصريه هيشتري وحده النهارده في العاصمه الاداريه الجديده؟ عشان هم 80,000 هيتنقلوا رايحين العاصمه الاداريه الجديده، وحده يعني بمليون وانت طالع. نفسي اتصور جنبه. مفيش، لا هي خلصت. انا نفسي اتصور، ما انا نفسي اتصور جنب الموظف ده اللي بقى معاه مليون جنيه، موظف حكومه واحنا بنحارب الفساد. انا عايز الموظف يتنقل في العاصمه الاداريه الجديده، واخد بالك، والوحده بتاعته فوق مليون جنيه. انا نفسي اتصور جنبه بصراحه. تمام. يا اما احنا جايبين ناس معينه 80,000 هننقلهم، دي نمره واحد. تمام. فدي عايزه اعاده معادله مره اخرى للدوله، مين هم الاشخاص اللي رايحين العاصمه الاداريه الجديده، وظائفهم ايه، امكانياتهم ايه، مكوناتهم ايه، راس مالهم او الكلام ده ايه. 20 مدينه جديده. تمام. لا انا بتكلم النهارده عشان العاصمه الاداريه بالذات، احنا العاصمه الاداريه عشان هنفكك النهارده وزارات. تخيل 6 مليون ونص في قطاع الدوله نفسه هاخد منه 80,000، بقول لك اصل انا هفكك مصر عشان اوضيع العاصمه الاداريه الجديده، وزارات وهيئات، على اي اساس؟ احنا بنتكلم ازاي يا جدعان؟ احنا بنضحك على بعض؟ هفرغ وزارات مصر 80,000؟ ده 6 مليون ونص. دي نمره واحد. نمره اثنين، لا انا 6 مليون من اسكندريه لاسوان يا فندم. ماشي، هاخد على مستوى مصر 80,000. دواوين الوزارات 80,000 النقل دول لدواوين الوزارات. اي موظف موجوده في القاهره ليه درجه؟ اي موظف يا ست اللي هو ليه درجه في تنظيم الاداره؟ موظف حكومه تعرف. ايوه ايوه تمام. انا عايز اعرف بقى مين هم ال 80,000 اللي هيتنقلوا يروحوا العاصمه الاداريه، وامكانياتهم الماديه قد ايه؟ تمام. وهيقدم لي قد ايه، وهيخدم لي بقى ايه؟ نمره واحد. نمره اتنين، لما بنيجي نتكلم بقى على المشروعات الاخرى، تمام، اللي هي التنميه العمرانيه اللي عملتها دي كلها، تمام، احنا هنا دخلنا يعني بين فكي الراحه زي ما بتقال. هل انا بعمل فعلا تنميه، ولا التنميه بالفعل خلصت في المرحله بتاعتها؟ ولو انا زودت اكتر من كده هدوس بنزين ممكن اخش في اي حيطه. عندنا مشكله كبيره جدا النهارده، بقى في بالونه عقاريه او فقاعه عقاريه بقت متواجده في معظم الدول. في الصين 2015، النهارده موجوده في استراليا وفي هولندا، واخد بالك، معظم الدول المجاوره لينا اللي جنبينا بدون ذكر اسمها دول عربيه شقيقه، عندها الاسعار بتنهار بقى لها سنتين، نازله لغايه دلوقتي 30%، واخد بالك. انما ثقافه المواطن المصري داخل مصر في موضوع العقارات لوجهه نظر اخرى. طب تعالى بقى نشوف وجهه نظر النهارده دي هتاثر على الاقتصاد بتاعي ولا لا؟ تعالى نمره واحد، الدوله النهارده دخلت 3 مليون وحده. في 270,000 وحده تم تسليمهم، والباقي لسه تحت مرحله. طب النهارده رفع مستوى اعباء المعيشه على المواطن هيقدر يحوش لي النهارده القسط ولا لا؟ معرفش. طب تكلفه ال 700 وشويه جداد اللي هي كانت زمان ب 150 و160، والحديد كان ب 3000 ووصل 6000، وبعد كده النهارده الحديد ب 13000 جنيه. هل الدوله قادره ولا مش قادره؟ الازمه اقتصاديه ممكن طبعا لو الدوله ما خدتش بالها. طبعا هقول لك بقى ليه. النوع الثاني، ابعد على الدوله بقى، النوع الثاني شركات تمويل العقار. تمام. شركات تمويل العقار النهارده انا كمستثمر عايز اضرب على الوحده، مش عايز استثمر في الوحده، اضرب على الوحده، اخدها سنه وادفع كام قسط، سعر غلي ابيع واخد المكسب وشكرا. تمام. انا قدمت ايه، شركه قالت لي ادفع 10%، دفعت ال 10%، مقدورتي ادفع لغايه 30-40، وادي الباقي شيكات. الشركه كانت واخده الشيكات حطها في البنوك، البنوك قطعتها واديتها للشركه، والشركه عماله بتبني، اسعار الحديد بتغلى والاسمنت بتغلى والتكلفه بتاعت النقل والكلام ده كله عمال تغلى، والوحده اذا كانت مثلا بمليون بقى 8 مليون ونص، والشركه ما كسبتش، ممكن تضرب تفليس او تهرب في نفس الوقت ده. انا كمواطن اعبائي زادت، مش هقدر اسدد. حصل كره النهارده زي الرهن العقاري بتاع امريكا بقى. تمام. مش هقدر اسدد. كوره 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 كوره، البنوك تقوم داخله على الشركات ما معهاش فلوس تقوم حاجزه عليها، البنوك اتاثرت بالسلب، واخد بالك، وانا عندي الدوله اتسحبت 48% من اجمالي السيوله فيها، اتعرضنا لازمه. طب الشكل الثالث هو ايه؟ الشكل الثالث بقى اتفضل اتفضل الشكل ده يا فاروق.